الأقرب إلى قلب المواطن، الأسرع في نقل الحدث. الحقيقة الدولية. ولمن تعمل ولماذا صلحت؟ ونؤكد بأن الشعوب لا تجري على باطل، وإننا كأردنيين مصدر الشرعية. ونؤكد بأننا نعرف بالصدق حق الدستوري في النظام، في التظاهر والاحتجاج والاجتماع والتعبير بمختلف وسائل التعبير، ونعرف الإصلاح على طول. والاجتماع والتعبير بمختلف وسائل التعبير السلمي، ونعرف بأن كل وكفاكم إيذاء لأبنائنا. إننا نريد أن نبني وطنا، وهذا يقتضي إصلاحا حقيقيا جذريا يسطر على أعيننا ويستنبت في تربتنا، ليستعيد لنا الوطن والأبناء والحقوق والمواطنة والكرامة والسلطة. نريد احتكاما دوريا منظما إلى صناديق الاقتراع، ليقرر الشعب من يحكمه وبالنظام، بعيدا عن تدخل المتدخلين وتزوير المزورين. وأين الشعب غير مؤهل؟ لقد انتزعتم من شعبنا كل سلطاته عبر آليات القمع والهيمنة المرفوضة. فإن زعمتم أن الشعب استودعكم سلطته لحين بلوغه سن الرشد، ليش تضارب في سلحوم؟ ليش تضارب في سلحوم؟ هذا الإصلاح المطلوب. لكل أساليب الظلم والتصرف ورافضين حالة الانقسام مرة تلو الأخرى، ليس لأننا نود التظاهر وإثارة الفتن في هذا الوطن الحبيب، وكأننا بسباق عالمي في تشكيل الحكومات، فأي إصلاح هذا؟ وأي أمن يتحدثون عنه؟ أي إصلاح هذا؟ ولن نرى قانونا واحدا فعلا يخدم مصلحة الوطن والمواطن. إن الأزمة أيها الأخوة بحاجة إلى إدارات قادرة على حل المشاكل العالقة وتفعيل القانون، وهذا لا يأتي من خلال تغيير الحكومات، وإنما بوضع القوانين الناظمة للحياة السياسية والاقتصادية على حد سواء. وإن على من يقود الساحة السياسية من الحكومة أن يعودوا إلى رشدهم والابتعاد عن وسائل الاستضلال والاستهزاء، فعندما لا يكون صاحب الاقتصاد في مكانه فتكون هناك الفوضى. فمتى العودة إلى الرشد والإدراك بأننا جميعا أردنيون، وأن الأردن هو الرمز وإليه الانتماء، وأن الدفاع عن سيادته فرض عين. بالأمس القريب أطل علينا سعادة النائب الخراسي متحديا كل عمر وشريك في هذا البلد. وما بنخاف التهديدات، سمع للمخابرات، ما بنخاف التهديدات، غير خاضعين لجرائم الذمم والولاءات. سيكفي هذه المعادلة إنهم شباب الأردن، شباب من أجل الإصلاح. مع كلمة الشاب حمد في سوريا العروبة، سوريا المجد، وفي يمين العزيز نحيي وإياكم تلك الأنفس التي سحقت في سبيل الإصلاح. أيها الجمع الكريم، نحن الشباب ليس بالعمر، وإنما هو كل رجل حمل همة الشباب، حمل همة التجديد والإصلاح. أنا أريد أن يكون الأردن أردنا شامخا عزيزا للجميع وفوق الجميع. أما الرسالة الثانية
فهي إلى رئيس الوزراء. يا رئيس وزرائنا، في الأعوام القليلة الماضية تتابعت حكومات حتى أن أحدنا ما عاد يحفظ. يا رئيس الحكومة، إن كان عندك إصلاح فأظهر وباشر به، فإن الأردن وإن شعب الأردن قد مل من الانتظار داخلية أو خارجية. فما لنا اليوم نرى جهاز المخابرات يبرع في تكميم الأفواه، وأي أفواه؟ أفواه تنادي بالإصلاح، وشعار هذه المرحلة هو الإصلاح. أيها الشباب، إن بحاجة إلى جيل واعد يخافون منا إصلاح. أن أبناء البادية كغيرهم من أبناء هذا الوطن ليسوا أداة تستخدم لضرب الإصلاح ومحاربته، وإنما نحن عمود من أعمدة الإصلاح، ولسنا عصا يستخدم للأردنيين. هذا الوطن باقي ما بقيت أنفاس مطالبين بالإصلاح. بهذا نختم ونختم مع فرقة الفجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh, my God.
الأقرب إلى قلب المواطن، الأسرع في نقل الحدث، الحقيقة الدولية.